لا 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 مش هينفع. اقسم بالله اقسم بالله ما عليك. هتسموه جعفر؟ اعمل ايه؟ جماعه انا حاسه ان انا اعمل ايه؟ اكتب بابا اكتب بابا. تلاجة اعزائي ومش شاغلني ولا حاجة. يلا بقى يلا مع بعض يلا مع بعض. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. النهارده واخيرا اليوم اللي هنرجع فيه لليوتيوب، وعلشان كده راجعين بلولي وبنقول لكم ان هي اللي هتبقى اساسيه في كل الفيديوهات من هنا وجاي. فرحبوا معانا بقى ترحيب كبير بلولي. النهارده يوم مهم جدا، النهارده عندنا حفله بتاعه جنس المولود ولولي اللي هتعرفهم البيبي بوي ولا جيرل. وعايزه اقول لكم ان احنا متحمسين بطريقه مش طبيعيه. طبعا لولي طبعا عايزه تسوق العربيه. انتوا بتهيئ لكم ان هي بتعمل شقاوه، لكن هي شطوره ومتعلمه كل حاجه. ده اللي هتشوفوه في الفيديوهات اللي جايه كلها في سلسله فيديوهات خاصه بلولي، وهي بتوريكم ازاي بتسوق العربيه وازاي بتعمل حاجات كتيره مفاجئات انا مش هقول لكم عليها دلوقتي، علشان موضوع الفيديو النهارده ان لولي جايبه هديه. يا رات فين الهدية؟ الهدية اهي. لولي دلوقتي هتوريكوا هي جايبة ايه علشان تحدد بيه جنس المولود، لان هي الوحيدة اللي عارفة احنا جايين نعمل ايه. تخيلوا احنا مش عارفين، ولا امل عارفة ولا انا عارف. لا عارف. هي كتكوتة دي. المهم وقبل ما ندخل وقبل اي حاجة، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايكس كتيرة بقى. رحبوا بينا عشان احنا بقالنا كتير جدا غايبين عنكم، وتقريبا من كتر غيبتنا انتوا مصدومين ان لولي دلوقتي ما شاء الله كبرانا شوية. اتكو شعوة كتيرة جدا معايا، بنوتة كبيرة خلاص. انسوا لولي القديمة يا خلاص. يلا بينا بقى عشان لولي تاخد الهدية وتنزل دلوقتي، عشان هم دلوقتي تقريبا موقفين الحفلة كلها عشان يعرفوا البيبي ولد ولا بنت، فاحنا هم مستنيننا اصلا. يلا بينا. يلا يا لولي. مستعدة يا لولي؟ مستعدة؟ لولي فرحانة شوية، ده بتعبر عن سعادتها. مستعدة يا لولي؟ مستعدة يا لولي؟ مستعدة يا لولي؟ لا 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 مش هينفع. لا مش دلوقتي. هتفتح الحاجة دلوقتي. ما أنا حاضر حاضر. يلا يلا دلوقتي. طب يلا اجري يلا اجري. سارة. You ready to dance party? احنا في الشارع لسه، البارتي ما بدأتش. اصبري يا جماعه، بترقص من دلوقتي اما تدخل جوه تعمل ايه؟ اقسم بالله اقسم بالله ما عليك. بقى كتير ما شفناش بعض والله العظيم. ما زيكم، ما شفناهمش بقى لنا سنه. بس القمر والحلويات الجميله دي اللي انا فين؟ تعالى تعالى يا حلويات. انا قبل اي حاجه عايز اقول لكم انتم منورين الدنيا والله العظيم. حبيبي والله العظيم. بس انا عايز اعرف، هل هي حامل في توينز؟ بعدين مفاجأة بقى لك عرفاني. لا انت طلعت صح؟ وانت ايش عرفت؟ اتنين صح؟ انا قلت انا قلت برضو يا محمد اخد بيبي. ايوه غششني انا. طيب انا قلت برضو الشياكة الزيادة دي بتقول ان في توأم ولد وبنت بقى، وتقعدوا تحيرونا وفي الاخر يطلع الموضوع ايه؟ لسه في لوك تاني اصلا. انتظروه. انا كوكب فرعون. بصي يا لولي عندها لون. بصي يا لولي يا جماعه، الى دلوقتي بتعمل ان هي محتاره هي بنت ولا ولد دي، لكن هي في الحقيقه هي الوحيده اللي عارفه. بس بص لو ما تزنوش عليا اكتر من كده بقى. يلا يا استاذه ايه، اعملي اللي انت عاوزاه. يلا السلام ورحمه الله وبركاته. يا لولي بعد القمر، القمر اللي منور الدنيا كلها. لولي العسل. استاذه لولي عايزه تسلم عليكم وتقول لكم أحلى. أنا ما بخافش من الكلام. الله أعلى. الله إيه الشجاعة؟ لولو جماعة لولي ما بتخافش من الكلب. الكلب يلا بص هو 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 إلا ما بتخافش. إلا ما بتخافش. بصوا يا جماعة دي جول خطير. الله الله. جماعة هبدأ دلوقتي آكل وأجرب الأكل عشان أنا بوي. مين مختارة بوي؟ مش عارفة يعني، أنا حاسة إن هو ولا هي. لا أنا أروح هناك. هي على فكرة جت صدفة، بس يمكن يطلع بوي بجد. أنا مختار جد؟ حبيت دي تحفه حلوه قوي. انا حبيت دي، احنا سايبين الحفله
وبعدين ناكل كيك. طب الحفله، طب الدنيا مناخيري الميك اب. بصوا يا جماعه، انا عندي احساس كبير ان هي بنوته، يعني والله مش عارفه ايه ده. انت مسكتي احساس؟ عندي احساس. انت لسه قايله الصبح ولد. ما هو انا عم بس حسيت كده مش عارفه ليه. هو بصي يا ربي، على فكره بغوشتني بغوشتني مش عارفه. جير جير جير، خلاص كل ده عشان غيرك. ايه قلوب كتير كتير قوي. طب انت متوقع مين؟ بنوتة ولا ولد؟ أمك. أنا همضي كمان عشان إيه؟ مضيت كمان اسمي؟ تعالى اكتب. أنا هصورك، يلا اتفضل. أنا بقى لازم أنا أكون مختلف. بوي؟ هيطلع راجل زي أبوه. يلا. اعمل لنا قلب صغنون بقى. بابا. يا روح قلبي بابا. أعمل إيه؟ جماعة أنا حاسة إن أنا أعمل إيه؟ اكتب بابا، اكتب بابا. اكتب بابا. يا جماعه حاسه ان هو هيطلع انت بدل انت قلت يعني الاب قال هي. ولد يبقى ولد صح. امسكي بقى يا امول كده بعد اذنك. الاب دليله. انت بقى يا الاء حاسه بايه؟ جير جير. يا روح قلبي. حليم جه اهو. يا حليم توقع ايه بقى؟ قلت لهم بنسبه 80% ان شاء الله بنت. ايه ده؟ ايه ده؟ داخل على طول اللي هو خلاص بنت. انا سالته الاول غشيه. طب اكتب يلا لوحدي. ما انا سالته اكتب يلا وامضي هنا. الحمل متعب بس انا عشان انت هنا. انا هنا خلاص والله. انا معاك يا ابني. ده بوي، ده بوي. ما شجعه، ما هو قاعد شكله بيضحك عليا. انا قلت له يبقى ولد. يبقى ولد وانت بتحوري علينا. بتحوري علينا على فكره. بس انا بتحوري علينا بعيد عن الكاميرا. هنشوف انتوا بتعملوا ايه. بوي. واكتب لك اسم البتاع كمان. اكتب لك اسمه. ايوه. جعفر. هتسموه جعفر. حليم. شكرا يا حليم. تميم. يبقى ولد وسميته تميم. ايوه. وقعته بلسانكم. خلاص. انا كاتبه اصلا هنا، كاتبه جيري. تميم. يا متميم الف مبروك. يا سلام. احنا كده بوظنا الفيديو بقى. احنا كده حرقنا خلاص كده. قلت للناس كلها. يلا بقى الحفله. خلاص نعمل له بقى هنا. يلا نبتدي دلوقتي. نعمل له كده. تحت هو. خلاص عملنا للبوي تاج. تاج يا لولي كتكوتة. انت ماسكه في البالونه البوي ليه يا لولي؟ يا روحي لولي. لولي يا جيرل. خدي يا نونو. انا اهو اهو اهو. الله. انت بتاكل بسكوته يا قطه؟ ايه مبسوط؟ انت فرحان حبيبي كتكوت؟ فرحان. عشان احنا كلنا مستنيين المفاجاه. انا مستني المفاجاه. انت اللي متاخر. لا هو الرقم متاخر. بقالنا ساعه وربع عمالين نلف في الحته بتاعتكم. معلش. احنا دلوقتي يا جماعه عايزين قبل ما نبدا اي حاجه بس. Oh,
واللي ما يخلفش ما ييأس ويدعي ويكسر في الدعاء ويقول ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ويقول ويستمر. هو انت اللي لبستي؟ ايوه دبست الحقيقه. انا بما اني مريت قبل كده بالتجربه دي وعندي بنوته ربنا يخليها لي ويخليها لك كلها اولادنا يا رب. امين. الكلام من منطلق تاني بقى ان انا اب بس باب صغير يعني في مفيش بيت ما فيهوش مشاكل بتحصل في الحياه كلها يعني ابويا وامي لسه ممكن بيتخانقوا لحد السن اهم انت جاي تجرب اهم ما في الموضوع لا والله حاجه عشان دي كانت تجربه شخصيه والشطه والفلفل الشطه والفلفل بتاع الحب حاجه معلمه من يوم من الايام فانا يعني ممكن انقلها لاخويا الكبير يمكن يعني تبقى فايدات في وقت العيد في يوم من الايام ممكن يحصل اي مشكله لاي حد اكيد خلي البيبي بعيد عن اي مشكله ليه بقى؟ هتلاقي ربنا حل لك المشكله دي وهي ملهاش حل ليه؟ لان انت وقتها وانت بتعمل المشكله دي او في مشكله ربنا ما يجيبش طبعا اي مشكله عند بيوتنا كلها هتلاقي يعني انت خلاص يعني بتقول للبيبي لا انت مالكش دعوه بالمشاكل هتلاقي ربنا بيبعت لك الحل بتاع المشكله من غير اي سبب سواء المشكله دي داخليه او خارجيه في شغلك ولا شغلك اي حاجه. تاني حاجه عشان انتوا يعني غاليين عليا جدا
انا اتمنى لكم يا رب السعاده وتطلع عيني والله ويا رب تسمع الكلام ده بابا بس طلع عينك مش ولو طلعت شبه الله يعني فاهم ازاي طب تطلع على عيني كده يا باشا لا ما انت الحته الحلوه دي انا اللي هربها له هو اللي هربها له اصلا انا اللي مربيها هي اللي بتربي امي الصراحه اتمنى لكم كل خير يا حبيبي انا ماشي وانتوا نورتونا والله الخير دايما في بيتكم يا رب حبيبي والله يا حبيبي نورتونا والله نورتونا وشرفتونا انا هقول كلمه لنونو انا مستنياكي يا نونو حبيبي يا حليم والله حبيبي يا حليم 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 حبيبي يا